كثير هالجلسه مع نهار مع النهار تلفزي، لانه تعودت اقعد اكتب. وهلا خمس اسابيع بمهرجان البستان كان كل يوم عندي مقال اكتبها. وهلا اذا حابه احكي عن شيء ومش كترة مش كبرة هذا يكون هي دو ديالوج دي كارميليت، لانه كانت اوبرا رائعه فعلا بمهرجان البستان، اللي هي جمعت النص تبع جورج برنانوس اللي بيحكي عن الثوره الفرنسيه، اللي باثنائها كانوا الثوار عم بيقطعوا رؤوس المفكرين والشعراء وحتى الرجال الكليروس والراهبات، وكانوا هودي الكرميليات من جملة النساء اللي سألون إذا بحبوا إذا بفضلوا يطلعوا من الثوب الرهبني تيخلصوا. قالوا لا، نحن عاملين دعوتنا كبيرة مع الله، ما فاضل نروح للشهادة، وهيك راحوا إلى المقصرة. هلأ مين الموسيقى مين عملها؟ هو فرانسيس بولانك. فرانسيس بولانك موسيقى كتير أنا بحبه. ليه؟ لأنه بلش بالموسيقى الإباحية، يعني بلش يعمل الألحان لأشعار أبولينير، لأشعار كوكتو، لأشعار كل هاللي كتبوا السوريالية بلغتهم السوريالية اللي فيها إباحية، فيها غرام، فيها عشق، فيها كذا. بقى لما راح على المحج تبع روكامادور هونيك اجته الدعوة، حس انه كتير ضيع وقته بهالايام اللي كان بعده عم يعمل فيها شيء موسيقى تاني. واذ اجا وبلش بالموسيقى فيها رهبنة، فيها دعوة، فيها الله، فيها مريم العذراء، فيها المسيح. وكانت مثل ما بقولوا صدمة كبيرة لإله لما قري برنانوس وعمل هالموسيقى الكبيرة. واجت على مهرجان البستان هيليكون أوبرا، اللي كل سنة بيعملوا لمهرجان البستان أوبرا بس بنسق حديث ومعاصر. والحلو إنه فرانسيس بولانك هو من أهم الموسيقيين اللي ألفوا موسيقى أوبرالية بالقرن العشرين، وهي كانت لذة لإلي إني أكتب عنها وأتمتع بهالنص الجميل وهالموسيقى المرصعة عليه كأنها خلقت لإله.